الله يكرمك. يعني ابتدي مع الكابتن ياسر، يمكن كان موسم صعب، يعني كنا قبل ما نطلع على طول قلت لحضرتك موسم صعب وطويل، و يعني الاستعدادات ليه كانت مختلفه السنه دي. شايف ايه اللي في الموسم، ايه الصعوبه اللي كانت في الموسم في بدايته؟ يعني نرجع فلاش باك كده قبل ما الموسم يبتدي وقبل ما نحصد هذا العدد من البطولات. هو طبعا موسم صعب، كان صعب جدا طبعا، لان التحديات كانت كبيره فيه، سواء على مستوى الولاد او السيدات او على قطاع الناشئين. كان يعني يمكن الموسمين اللي قبل كده كان في اخفاقات كبيره، فبالتالي صحيح. التحدي كان كبير والصعوبات كانت كبيره، بس الحمد لله ان كل ده كل النجاح في النهايه. واعتقد يمكن النجاح دوت يعني مش ما هوش نجاح لينا احنا، لا ده نجاح مجموعه اتعمل كبيره، ودعم كبير من مجلس الاداره والنشاط الرياضي، سواء لما جه كابتن رؤوف، رغم ان الفتره اللي برضه الكابتن رؤوف فيها ما حققناش حاجه، ولكن كان مدعم لينا اول ما مسكنا، كان دعم كبير لينا. بعدين لما جه مهندس خالد العوضي كمل المشوار معانا، والحمد لله ان احنا يعني كل النجاح في نهايه الموسم. طب كابتن، في محطه مهمه عايز اقف عليها الحقيقه، وانا انتهزت الفرصه بحضرتك معايا، وسيبني بقى افتح قلبي اتكلم على الماضي براحتي. اتفضل. بدانا الموسم بكابتن او مدير فني جوردو، طبعا كان موجود، هو اللي كان بيقود الفريق، وما كانش وبدانا بيه وخلاص قلنا هو اللي هيكمل معانا الموسم، ولكن في قرار جريء الحقيقه احنا فوجئنا بيه بعد شهر تقريبا من بدايه الموسم، وهو التعاقد مع مستر ديفيد. ايه الكواليس، ايه اللي حصل، شفتوا ايه كجهاز، واكيد حضرتك كان ليك دور كبير في هذا القرار. بص، هو في الفتره يعني لما جه جوردو في بدايه الموسم ولعبنا بطوله افريقيا السوبر الافريقي وكسبنا في افريقيا، وبعد كده خسرنا برضو بطوله افريقيا، قلنا يمكن دي بدايه وابتدى يبقى في شكل الفرقه، وحتى نفسيا الفرقه ابتدت تظبط شويه. صحيح. لكن بعد فتره ابتديت اكتشف ان في حاجه يعني مش طبيعيه بين في العلاقه بين المدرب وبين اللعيبه. ممتاز، وكنت امين مع نفسك. صحيح، ده اكيد، يعني ده اكيد كويسه جدا. هو مش غلط ان الواحد يكتشف، يعني في غلط في الاختيار، لكن الغلط الاكبر ان انا اكمل فيه. الله ينور. عشان فجيت اتكلمت مع كابتن عوضي ساعتها، كنا طالعين افريقيا، قلت له يا باشمهندس انا شايف ان ولا داني اللي هو المدرب ولا راؤول ينفع يكملوا معانا بعد كده، يعني كسبنا افريقيا خسرنا افريقيا لازم يمشي. منتهى الصراحه مع النفس. ولان كان الوضع كان ابتدى يبقى العلاقه مش كويسه بينهم وبين اللعيبه. وعلى هذا الاساس خدنا القرار واحنا في السعوديه. كان ديفيز كان فري، فابتدى مهندس خالد بصراحه كان ليه دور كبير في الموضوع دوت، هو ابتدى بقى هو اللي يتواصل معاه، لان احنا كنا ساعتها في فتح العالم. وكان في قرار جريء كمان، محمد ابراهيم وجوده مع الفرقه ده قرار، وكابتن احمد سالم كمان دي حقيقة. قرار جريء، وهم شالوا بصراحه يعني حققوا، يعني عملوا انجاز.